اللاعب الهندي نجوم الأول، ملاكم ذو خبرة كبيرة، يعني مش حكم متميز رياضي، يعني قدوة لل، بما أن هذه اللعبة يعني تعتمد على يعني صعب تتفوز على اللاعب الهندي بالخفة، يعني صعب أصلا تسجل على الطفة، وأنهم عن طريق عقد حكيمين ويؤدون دورات عديدة للمدربين أيضا، ليس فقط في الركن الأحمر، الملاكم الإيراني لاعب ماهر ويجيد التحرك حول الحلقة. السنة اللي فاتت عد السنة بطولة العالم في المنافسة قوية، طبعا على ما أظن هتكون منافسة، فإذا يكون أقل، يعني يعني بيكون فرق بيكون 10-8، إذا اللعب غير متكافئ نهائيا بيكون 10 في كل نزال، يعطون السبب للعدد الفردي لعدم وجود، ويعطي رقم آخر للمنافس 9 هي الأصح أو الأقرب، 10-8 عندما يكون مستوى اللاعب أقل، تجدون هذه النتيجة في الجولة الثالثة عندما يتدخل عامل الإرهاق والتعب. هندي جميل، اللاعب الهندي لاعب الشاب، لاعب هجومي، ضلكماته قوية جدا ومؤثرة، زي ما قلت يعني على ما أظن يمكن ما استلم أي ضربة نهائيا، عنده مراوغة ولكمة خطفية اليسرى قوية، لكمات قوية جدا، خلاص عجز عن الهجوم، نعم. الحين في حالة هذه الحين بالإجماع المفروض تكون 10، هلا تكون الاستعانة به من لدى الخبراء لشرح للاعبين القصار كيفية التعامل مع ملاكم طويل، وهذه اللكمات لا كل الشكر لك يا سيد سلطان على الإدارة الجيدة للقاء، والآن جاب قوي مباشر بحق المجر، نعم نعم نعم، أي لكمة يلقيها تجد هدفها، يرقص الآن يريد لاعب قوي قبل نهاية الجولة، وتلك النظرة لا يعني الاثنين يعني مش ثلاث عمره، هو 9 سنين هو بيلعب الملاكمة، إذا مهاري جدا اللاعب الهندي أفضل. إيز فانشاج عين ذا بلو كورنر، هذا اللاعب فانشاج اللاعب الهندي يكون لاعبا اولمبيا في المستقبل ايضا، العديد من اللكمات ولكن كان الاقرب للفوز، الوطني الاماراتي سلطان كان موافق في المباراه، وحتى المباراه كان اظن يعني القوضات كلهم طلعوا يعني بدون ملاحظات، بالنسبه هذا بتعطي اريحيه لما تكون اللعب واضح، يعني القوضات بيطلعون يعني بدون ستريس، نعم بيلعبون لعب نظيف، بحيث يعني كانت مباراه سهله بالنسبه السلطان الوالي وحتى القضاة، نعم. يعني القضاة يعني أنا على ما اللعب في أخطاء والحكم مش قادر يسيطر على المباراة، بيكون حتى القضاة بتكون عندهم ملاحظة، إذن فرحة بالنصر للاعب فانشاج وحظ أوفر للاعب فريد أبو الفضل، وتلك